الرشيد والناس مع ياسر عامر في بداية الشهر التاسع من السنة الماضية مصرف الرشيد حرك دعوة جزائية في محكمة تحقيق الرصافة ضد شركة بوابة العراق الإلكترونية وهذه الدعوة اجت بناء على توصية من وزارة المالية الدائرة القانونية لثبوت فساد مالي كبير بما يخص رواتب المتقاعدين كارت النخيل والتحقيقات مستمره والدعوه الجزائيه لحد هذه اللحظه في اروقه المحاكم وشنو اللي صار بها ما نعرف، المهم بعد شهرين مصرف الرشيد ومديره العام وكاله يوقع ملحق تجديد عقد لمده سنه مع نفس الشركه. هاي بعد كل المشاكل والفساد المشخص من قبل وزاره الماليه. بعدين ما اعرف شنو هذا الاصرار من قبل وزارات الدولة على التعامل مع شركتين فقط. وذن الشركات يا اخوان واضح تمتص دماء الموظفين والمتقاعدين كل شهر بالاستقطاعات تحت بند العمولات. وليش هذا الاحتكار؟ وليش ما نعطي مجال لبقية الشركات حتى يكون عندنا فرص اكبر. وبعد كل هذا تعالوا اقنع الموظف او المتقاعد انه يبقي جزء من راتبه بالبطاقه حتى تشجع على الدفع الالكتروني هذا العنوان العريض ولكن ما وراء عرضه العمولات تزداد مع كل استخدام للبطاقه بالتالي اصحاب هذه الشركات تكثر فلوسهم وبفلوس الموظفين والمتقاعدين يسوون مشاريع خاصه يحتكرون بها ملف توطين رواتب الوزاره والمتقاعدين بنفس الوقت هذا الملف ملف فساد امام هيئه النزاهه واللجنه العليا السانده لمكافحه الفساد لازم ينفتح ويتحاسب ينفتح هذا الملف ويتحاسب اصحاب هذه الشركات اللي هم يعتبرون وراء هذا الملف لان صاروا حيتان يحكمون ويتحكمون والضحيه بالاخير هو الموظف والمتقاعد. لدينا ملاحظه على تطبيق رواتب, على رواتب المخاطرين المخاطرين وهذه الشركه, الشركة الان الموجوده التي ربت رواتب المواتير كل المواتير عليها واجبروا عليها لدينا ملاحظه كتبنا بها احنا ما عندنا علاقه مع شركه يعني دفع الكتروني ونريد الاخوان ينتقلون مثل ما صرح احد المسؤولين. في الفتره الاخيره سمعنا باتهامات طالت الواتساب وقروبات البرلمان والواتساب حكومه الواتساب وصارت هاي القروبات تهمه تطال العمل التشريعي والتنفيذي بنفس الوقت حتى قيل بانه اغلب القرارات والتعليمات اللي تصدر من خلال تطبيق الواتساب هي تطبق من خلال القروبات الخاصه لا يدخلها الا ذو حظ عظيم ومن بين هاي الجروبات منها جروب واحد حكومه اللي انعرف مع بدايه تشكيل حكومه السيد السوداني. والهدف الرئيسي لهذا الجروب هو الترويج لحكومه السيد السوداني ولشخص السيد السوداني بالتحديد. وهذا ما تردد في الاوساط الاعلاميه في وقتها مو على لساني. ولكن بقى هذا الجروب للترويج فقط والتغني بالمنجزات الحكوميه. لو اخذ منحنى ثاني هدف خدمه المواطن ومتابعه مشاكله وتقديم حلول سريعه زين السؤال الاهم هل نحتاج الى جهه تذكر الوزارات ودوائر الدوله بواجباتها اتجاه المواطن هذا اللي راح نعرفه من خلال حلقتنا والجزء الاول من اده حياكم الله مشاهدينا السلام عليكم مشاهدينا رحب بضيفي السيد قاسم البديري عضو فريق التواصل الالكتروني الحكومي واحد حكومه حياك الله سيد قاسم اهلا وسهلا الله يحفظك الله بالخير والعافيه الله يحفظك كلوب واحد حكومه يحكم ويتحكم يوجه ويقرر وينقل ويعين يبيع ويشتري سمع تسابقته هذا اللي ده نسمعه عليه تفضل شنو هذا العفو تعقيب على الجمله صارت في المقدمه من حضرتك لا. وجد الجروب لترويج منجزات حكومه السودان نعم مو هذا الصحيح هذا اللي, يوصل لنا. اللي وصل لنا حتى توضح للعام طبعا نعم طبعا هذا آه الجروب وجد لتذليل العقبات وتسهيل اجراء الطلبات والمناشدات ما شاء الله ايضا كذلك لتعزيز العلاقه بين المواطن والمؤسسات الحكوميه. حلو. تعرف استاذ عصر السنوات السابقه ان الثقه تماما مه. بين المواطن صح. والمؤسسات الحكوميه. والله صح. هذا فتشي شيء ما ممكن ان اي شخص اي شخص صحيح. هاي صح. وحده، اثنين آه لترويج منجزات حكومه السوداني آه منجزات حكومه السوداني ما يحتاج لها ترويج والشارع هو يعني الشارع يسولف فيه الشارع يسولف فيه، آه. جزاك الله خير. آه شكل بامر ديواني مه. يوم 10/7/2023. بتوجيه من دوله رئيس الوزراء المهندس محمد الشيعة السوداني نعم المحترم. هذا الفريق شكل بامر ديواني شكل بامر ديواني هذا الفريق والجروب رسمي نعم رسمي شكل بامر ديواني مهم في العاشر من تموز سنه 2023. نعم نعم فريق التواصل الالكتروني الحكومي نعم واحد حكومه واحد حكومه اه يتكون لقب بواحد حكومه لقب بواحد حكومه مهم اه يتكون من 20 وزير وكلاء وزراء 400 مدير عام طبعا هل 400 مدير عام مرات يزدادون مرات يقلون حسب تعرف الاوضاع اللي موجوده ممكن مدير عام متفاعل ويا الجروب ممكن مدير عام متفاعل ويا الجروب احنا توجيهات يستلمون المدراء العامين من هاي بس لو تسمح لي لا. استاذ احنا مو بديل الوزارات كفريق تواصل الكتروني مو بديل الوزارات وانما نتجاوز الروتين والبيروقراطيه والتاخير اه اليوم اكو مناشدات تصير اه موجوده الروتين القاتل اللي موجود صح. استاذ ياسر المناشده بين ما توصل يراد لها كذا وقت والله المناشده خلص. المناشده بين ما اشهر توصل للجهه المعنيه حتى تجري اجراءات الحل يراد لها كذا وقت <applause> اليوم هذا الفريق شكل على هذا الاساس جيد جيد يعني انتم هنا اذا الوقت للمواطن وتوصلوا توصلوا للجهه المعنيه اللي عنده بها مشكله عنده بها معامله عنده بها مناشده عنده بها طلب تسهلون هذا الشيء؟ المناشدات والطلبات <applause> لما توصل هسه بعدين اذا تسالني شلون توصل بحث اخر طبعا هسه بها طبعا اكيد ها يعني من اهم أه من توصل المناشده للجروب <applause> مشرفين الجروب اللي موجودين كل مناشده تتحول للجهه المعنيه مناشده تخص جانب جانب وزاره التربيه عندنا مدراء عامين او وكلاء وزراء كل مشكله بمشكلتها كل مشكله تتحول للجهه المعنيه لذوي الاختصاص تمام ما علقت لي على أه سؤالي او هو مو سؤالي انا اردت التعليق من عندك جروب واحد حكومه يحكم ويتحكم هو, هو انا كاتبها ويقرر كاتبها انا اعلق لك عليها ويعين أي. يبيع ويشتري سمعته سابقته لغط كبير وكثير صار على هذا الجروب استاذ هذا الكلام ما له اي صح احسنت والدليل على لا. هذا انت اليوم انا اليوم ما هاجمك انا أه اليوم بدي اسمع لا لا يعني انا, أنا اريد اسمع اريد اي شيء نعم اي تريد شي تقوله على الجو اي شيء تريد تقوله قوله حتى نوضحها لك نوضحها ونوضحها للمواطن نعم جيد انت اليوم اعلام اعلام حر نعم خصوصا انت بالذات يعني المدراء العامين اللي موجودين بكافة الوزارات ممكن ان تستضيف اي وزير اي العفو اي مدير عام ممكن ان تستضيفه وتساله شنو نوع التعامل فريق التواصل الالكتروني وياك جيد احنا بالدرجه جيد. الاساس بالدرجه الاساس داعمين لكل الوزارات داعمين لكل المدراء العامين داعمينهم شنو داعمينهم لتذليل العقبات اه انجاز المناشدات باسرع وقت ممكن زي. هذا حل اللي موجود حل حل. بالمناسبه الاشخاص اللي موجودين المشرفين على جروب واحد حكومه فريق التواصل الالكتروني الحكومي اشخاص منزهين اشخاص انتقوا بطريقه يعني لائقه جدا بهذا الجروب؟ نعم موجودين اللي هم مشرفين ومسؤولين مشرفين للجروب نعم, نعم مشرفين ومسؤولين الجروب يتعاملون ويا المناشده كانه تكليف شرعي بغض النظر عن عملهم هذا يعني هذا يمكن اول جروب رسمي يشكل او فريق تواصل الكتروني يشكل بامر ديواني مو لو انا غلطان اي نعم بخصوص هيك مجال يعني اللي بأول إيه؟ هذا خدمات باول حكومه سوت هذا الشيء، انا ارد اسالك المواطن شلون يوصل لهذا الجروب؟ آه يعني لو فقط الا من خلال الاعلام او فقط الا اذا مقطع أو وصل الى مشاهدات مليونيه تفضل آه استاذ عندنا قسم قسم الرصد، احنا هذا م -م. فريق التواصل جيد فريق جايب. متكامل جيد من كل الامور قسم رصد انت سالتني هسه على طريقه شلون توصل المناشده لهذا نعم عندنا قسم قسم الرصد قسم خاص متابعة اليوم تعرف وسائل التواصل الاجتماعي أستاذ ياسر كل بيت موجود بالعراق طبعا. لا لربما كل مواطن عراقي صح. موجود صح. صح صح أما أكو فئة ما أتى هذه الثقافة شلون توصل جايك عليها شلون شلون نتعامل شباب أكو صوت بالاستوديو صوتكم نعم تفضل أي فطريقة التعامل تعرف وسائل التواصل موجودة عندنا فريق خاص بالرصد يرصد شكل مناشده موجوده. <applause> هذه واحده. تعرف <applause> اليوم الرصد موجود والرصد يومي دقيق لكل مناشده تكون موجوده على وسائل التواصل. تمام. هذه واحده. تمام. اثنين ومن خلال قبل قناه ما قبل ما قبل ننتقل للنقطة الثانية، اليوم يعني المواطن إذا عنده مشكلة من ممكن بأنه يفتح الفيسبوك ماتة يطلع يحكي مشكلته اني السلام عليكم انا مشكلتي كذا كذا بالوزاره الفلانيه هيك معاملتي يا اخوان ساعدوني يعني صار لها كذا مده كذا هاي هذا ممكن ترصدوه وتسوي أستاذ الحل استاذ ياسر مثل هيك امور بوسائل التواصل قلت لك عندنا قسم رصد لهذه الحالة قسم الرصد مالتكم كلش قوي هذا وحده اثنين من عند المشاهدين للامانه يعني مو دفاعا عن الجروب او مدحن ب او لان رئيس وزراء محمد الشيعة السوداني لا قسم الرصد لجروب واحد حكومه قسم رصد دقيق وبمعنى الكلمه اللي عنده مشكله وده ينزلها على الفيسبوك ما أشوف انا سالتك ده ترصد مشكلته يومين ثلاثه رايح استاذ اكو بعد ثلاث طرق الاستقبال. نعم قلنا الأولى اللي هي الفيسبوك والتواصل صد... الاجتماعي سمارة. كل كل مواقع التواصل الاجتماعي تمام. الثانية عندنا موقع خاص على التليجرام على التليجرام اسمه موقع تواصل مه. من خلال قناتكم خلي المواطنين يدخلون على هذا يكتبون موقع تواصل على التليجرام تواصل على التليجرام راح تطلع الصفحة شباب. أنت هل إذا تليفون بإيدك ممكن تدخل عليها شباب موقع نزلوا لي إياه بالسي موقع تواصل تواصل على التليجرام على التليجرام اي نستقبل طبعا عندنا فريق خاص اخر غير ذاك الفريق، م. فريق خاص اخر ينتظر المناشدات اللي تجي على على هذا الموقع، موقع تواصل. بس فقط اكتب موقع تواصل؟ تواصل يعني لو تليفون يمي كان العفو لا 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 خليك انت قاعد خليك. آه تفضل. اعطيني التليفون العفو. هذا هسه رقمي. تفضل. هذا هسه ال... 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 التليجرام. التليفون. أي نعم، هذا التليجرام. بس اكتب على التليجرام موقع تواصل تاني. فقط لا راح نعطيكم ال... خلي خلي يتضح للمشاهد اي طبعا خلي شوف حتى العالم هنا أنا تقدر واللي هو الاهم احنا شوف هسه سي... تاخذ راحتك خلي التليفون يا أخذ راحتك شنو اكتب فوق تواصل فقط تواصل تواصل ما راح ادز لك الرابط مالته هذا الرابط م. هو ترابط اذا تريدون من خلال قناتكم بس هو تواصل موجود اي نعم تواصل أي. هذا صح احسنت نعم احسنت يعني مشاهدينا آه كاميرتي شباب اعطوني كامرتي خليني اوضحها للمشاهد حتى يعرف شلون يوصل مناشدته مباشره الى رئيس وزراء هذا التليجرام هذا التليجرام شباب منو يم كامرتي اعطوني كامرتي هذا التليجرام تكتب هنا فوق تواصل تواصل راح يطلع لك جروب تواصل بهذا الجروب من خلاله تقدر تكتب مشكلتك راح توصل الى الفريق التواصل الالكتروني الحكومي هذا فريق التواصل مباشره راح ينقلها للجهه المعنيه يعني اي شخص عنده مشكله تواصلوا ويانا يعني. احنا ابوابنا مفتوحه ولكن بنفس الوقت ايضا ذكروا الفريق بانه تعدكم مشاكل حتى يقدرون يحلوها نعم تفضل سيد نعم. على سبيل المثال انه نعم. احنا هسه فتحنا الجروب مباشر الان تليفون ما كان بايدي جايه مناشده اختناقات مروريه تعرقل حركه المواطنين وتاخر المشاريع ابرز ابرز اسباب ما الكاتب لا لا ما نعرفه. اي فالمصدر اكو المصدر اللي موجوده من عند هاي المناشدة. هاي راح تتعالج، هاي تروح للجهه المعنيه، ما تتاخر سواء كانت في بغداد او خارج بغداد. تمام هذا تمام بالنسبه لموقع التواصل، ايضا يوجد عندنا طريق ثالث يوجد 16 برنامج لقنوات فضائيه يتم متابعه المناشدات من خلالها، طبعا ان شاء الله القناه البرنامج رقم 17 راح يكون برنامج حضرتك وانا من ذاك اليوم يمكن شفت انت احنا درجناه حتى أن نحوله الى الى قسم الرصد حتى يكون انتم انتم نحكي عليكم وتتابعونا من ما نحكي عليكم ما تتابعون. لا نتابعكم احنا نتابعكم <applause> لا من برنامج مرصود الحمد لله وشكر النزاهه راصدته ايه وهيئه مكافحه الفساد السيد ابو علي البصري راصده ايه وبنفس الوقت مكتب رئيس الوزراء مرصود أستاذ احنا قبل استاذ احنا هسه قبل اللقاء كنا هناك قبل من اللقاء ايه نام بخمس نام دقائق نعم نعم تحدثنا انا وياك ببعض الامور قلت لي انا راح احكي كل شيء انا ايش قلت لك؟ قلت لك أخذ راحتك قلت لي قلت لك هذا <applause> احنا اليوم ما عندنا شيء نخاف عليه احنا اليوم كلامنا واضح عملنا واضح عملنا يعني يصب في خدمه المواطن وصلنا للنقطه رقم أربعة انه احنا 16 مرجوز 16 برنامج موجود للقنوات الفضائيه من, من خلالها يكون رصد انت ان شاء الله برنامج راح يكون رقم 17 هذا كله استاذ اكو ناس يعني وضعهم ضعيف ما عندهم هاي الثقافة متى؟ اكو ناس ما عندها هاتف يمكن للقناة ما عندها تليفون ما عنده إيه؟ ارتئينا إلى العمل الميداني مه. انطلقت عندنا حملات حلو حملات ميدانية فقط في بغداد لحد اليوم استهدفنا المناطق الضعيفة خدميا مه. حزام وأطراف بغداد ووسط بغداد الفريق بالمادر. يروح لها؟ الفريق يروح لها أفراد من الفريق؟ إذا تسمح لي يعني بحث اخر احكي لك على هذا الفريق الحر لكن اعطيك اعطيك نبذه مختصره م. على هذا الفريق الفريق ينزل للمناطق المستهدفه اللي هي ضعيفه خدميا المناطق اللي وصل لها الجهد الخدمي ندخل لها اكو ناس ما عندها تليفون ذكي زين استاذ ياسر تمام. ولو صح. نسبتهم قليله صح. او حتى اذا عنده ما عنده الثقافه شلون يوصل لجروب تواصل م. او او ينقل المناشده مالته او يوصل للقناة م. لحد اليوم المستفيدين المستفيدين فقط من العمل الميداني من الرصد الميداني وصل اكثر من 100 الف مستفيد من حلو من خلال العمل الميداني حلو العمل الميداني اللي هو عباره عن حملات من خلال فريق التواصل الالكتروني الحكومي هاي الطريقه اللي نلتقي بها الطلبات والمناشدات جيد ما عندكم رقم خاص كتليفون استاذ احنا هاي الطرق يعني بعد انت هسه على موجودين, موجودين على الفيسبوك ايضا موجودين على موجودين على الفيسبوك ايضا يكتب تواصل استاذ المواطن 17 قناه فضائيه مو عدد قليل يعني انا وياك وياك اكو عالم اكو عالم ما تقدر توصل حتى للقنوات الفضائيه انا يعني كان برنامج برنامجي ميداني واشوف الصعوبه للعالم اللي هسه احنا هسه احنا ميدانيا نزلنا ميدانيا وبدنا ننزل مستمره الحمله الحمله الميدانيه مستمره انا قبل يعني 3 انا اعمل بانه بالايام القادمه يكون عندكم فد ارقام عده ارقام للتواصل المباشر مع المواطن بحيث يتصل يكون على هاي الارقام يكون ان شاء الله يكون إن شاء الله, إن شاء الله فعال أي. وأتمنى احنا على سبيل المثال يعني العمل الميداني قبل اربع ايام كنا في منطقه شهداء البياع شاخه رقم 6 محله 873 نعم فقط المستفيدين بهذا اليوم مم. عبر ال 400 مستفيد بالمنطقه نعم. من خلال حملتنا تمام جيد زي. البعض يتهمكم بانه انتم جيش الكتروني للسيد السوداني شنو تعليقك على هذا الشيء؟ آه، استاذ مثل ما قلت لك آه، المشرفين على هذا الجروب شخصيات راقيه جدا آه، ناس منتقات يعني من خيره الناس اللي موجودين هذا الاتهام عادي ممكن اي شخص يتهم به اي شخص مزين. ممكن ان يقدم اتهام تقدر قناتك لقناتك برنامجك الموقع تمام. وخليه يحكي اي مدير عام اي شخصيه ما عندنا اي مشكله زين بالعكس احنا حتى تكون على بينه استاذ ياسر احنا داعمين للمدراء يعني العامين. انتم مو جيش إحنا, احنا احنا داعمين للموظفين لان اليوم نجاح الموظف هو نجاح الحكومه طبعاً. طبعا فاحنا داعمين قبل ما نقول اي شيء اخر صحيح اذا اكو تلك هنا خطا هناك يحاسب يعني ممكن اللي بدي اشوفه انا بعيني ممكن تتابعون دوائر المرور شويه اكثر تروحون بيها لكن مو كفريق تواصل الكتروني معرفين لا فوت بزيك المدني لكن بدون ما تعرف نفسك وبدون ما يعرفون بك لكن راح تشوف شكاوي هوايه هذا اللي يوصل لنا يعني اتمنى بانه تقدرون توصلون لهذا المكان حتى تسهلون اكثر على المواطنين استاذ احنا كفريق تواصل م. نتعامل ويا المناشدات اللي تجي هواي اه مناشدات اجت من خلال هذا الموضوع نعم يعني دوائر المرور اكو تلكؤات كانت موجوده اكو بعض الامور اللي تعرقل سير المعاملات آه تاخير الحمد لله وشكر قدرنا نحلها الحمد لله وشكر زين فريق التواصل الالكتروني الحكومي آه ما تحسوا بانه يبالغ بعرض بعرض انجازات الحكومه بالعكس جدا ضعيف اه اي نعم انا اقول لك شلون انت تفاجات قبل شويه من قلت لك فقط المستفيدين من الحملات الميدانيه م. من فريق التواصل اتفاجأ الالكتروني 100000 انت اعلامي و ألف رقم رقم بسيط وما من المستفيدين هذا الحش موجوده قاعده بيانات وموجوده ارقام تليفونات طبعا تشمل جميع الجوانب الخدميه مم. الصحيه التربويه على الجوانب اخرى مئة ألف مستفيد أه وين المبالغه بالموضوع؟ بالعكس اصلا اعلام فريق التواصل اعلام ضعيف جدا. ما عندكم اعلام؟ ما عندنا اعلام مو مشكله احنا شو نسوي بالاعلام؟ احنا نريد نقدم خدمات. <applause> واجبكم اريد نقدم خدمات طبعاً. للناس زين شلون يصير التنسيق ويا الوزارات والجهات الغير حكوميه أه عمل الفريق مثل ما قلت لك الجروب موجود ب 20 وزير موجود 400 مدير عام تابعين لكل الوزارات اللي موجودين من تجي المناشده يعني أنا اقصد التنسيق يعني مباشر يكون مع راس الهرم مع الوزير التنسيق لو مباشره انتم مثلا توصل لكم هاي الشكوى هاي المناشده هاي تابعه لنفرض الى مدير صحه الكرخ اذا هاي نوديها لمدير صحه الكرخ ما تتواصلون ويا الاعلى من عنده مباشره الى عندهم توجيهات المدراء الوزراء الوكلاء عندهم توجيهات بالتعاون وياكم نعم هاي نعم صعوبه راح تواجهون لا لا لا, لا, لا لا نعم عندهم توجيهات بالتعاون ويا فريق التواصل الالكتروني الحكومي ايضا مع الحملات اللي تنطلق م. بالدرجه الاساس اذا تسالني التنسيق احنا اليوم عملنا ويا المواطن عملنا ويا المواطن اقسام شؤون المواطنين اللي موجوده بالوزارات <applause> أه. كلهم موجودين بهذا القرار. تمام اي نعم تمام. اليوم قسم شؤون المواطنين تابع الوزارات يحل المشاكل أه لا سامح الله اذا المشكله او المناشده ما انحلت اكو عندنا طرق اخرى اعلى مهم. نوصلها لها ونحل المشكله زين شنو الحملات الميدانيه اللي انطلقت؟ اذا أه تسالني على ارض الواقع على ارض الواقع عندنا حاليا اربع حملات ميدانيه انطلقت أه وعندنا حملات اخرى اتكلم لك عن حمله بينهن بينهن. سمعت بها هاي الحمله اي نعم اطلقها دوله رئيس الوزراء حتى وزرار. صار عليها انتاج واي مقاطع فيديو انتشرت عليها واي بينهن. اي هاي آه هم تكلفه تتحملوها؟ مقاطع فيديو انا اصلا يقولون انت منشور على التيك توك انا حتى تيك توك ما عندي المونتاج هاي يعني ما لكم علاقه بهاي ايه. احنا حتى تيك توك ما عندي يعني حتى من تنشر اكو مواطنين اكو ناس موجودين يستفادون من يعني الحمله اكو فريق انتاج يرافقكم ما نركز على هذا الموضوع عندنا عندنا فريق اعلامي الفريق الاعلامي شو نسوي بيستاذ؟ اسبوعيا يصعد موقف الى رئيس الوزراء بالانجازات والتلكؤات اللي موجوده للمناشدات من خلال هذا الفريق فنحتاج توثيق هذه الامور حمله بينهن. احكي لك عن حمله ايه بينهن. نعم ويمكن حمله مدرستي اجمل وحمله العراقويه ايضا اي ايضا ايه نحكي لك عن حملة بين اهلنا، حملة بين حمله بين بمستشفى متنقل يتكون من خمس وحدات طبية الجمعية الهلال الأحمر العراقية. الآن عشر وزارات صار صارت الحمله، عشر وزارات وجهات قطاعيه، نستهدف المناطق الضعيفه مثل ما قلت لك. ندخل المنطقة عشر وزارات تنزل ميدانيا. أهم هذه الجهات قلت لك مستشفى متنقل تابع إلى جمعية الهلال الأحمر، يتكون من خمس وحدات طبية، أطباء موجودين له اختصاص، علاجات توزع مباشرة. أيضا مستشفى متنقل تابع إلى وزارة الصحة. هنا نتكلم عن عن الحالات اللي اللي موجودة بالجانب الصحي. وزاره الصحه العراقيه تصنف الحالات الموجوده برايمري سكندري ثدري يعني اولي وثاني وثالث. نعم. بالنسبه للحالات الاولى الاولي اللي هي الحالات التقليديه البسيطه زين الاطباء موجودين يعاينوها وينطوها علاجات مباشره، اما الحالات من نوع ثاني ومن نوع ثالث كحال للمستشفيات المعنيه. من تتحول الحاله من خلال حملتنا للمستشفى المعني راح يكون عنصر ارتباط اكو موجود بالمستشفى يستقبل الحاله الاجراءات كلها اللي اللي مطلوبه تكون مزيح. باسرع وقت ممكن مزيح. هاي الجهه الثانيه عندنا ممثلين عن وزاره التربيه ممثلين عن وزاره الكهرباء ممثلين عن البلديه للمنطقه المستهدفه حلو. ممثلين من وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه طبعا يجي الكادر حاسباته جاي حلو وزاره العمل والشؤون الاجتماعيه اللي طالب بحث تعرف بالفتره الاخيره <applause> <applause> هذا العمل ليش ما تقوم به الوزاره نفسها؟ اعرفك بالله. استاذ اذا تسمح لي بدايه تعريف للفريق هو حلقه وصل بين احنا مو بديل للوزارات. مو بديل بس هو اقصد يعني الوزاره هم تقدر تصير حلقه وصل. يعني هسه <applause> هسه هس انتم هسه انتم انا اذا هذا عملكم احييكم هسه انتم ماخذين دور الوزاره. احنا نوعا ما يعني اكو بعض ال اخويا ماخذين دور الوزاره، انت اليوم بدك تطلع كادر وياك ما هي وزاره الصحه وزاره العمل تروح تحير تشتغل شغلات صح. ليش ذابين هذا الثقل عليه؟ استاذ احنا احنا شنو احنا شنو عملنا اكو تلقئات موجوده بدوائر الدوله بالوزارات نتيجه الضغط ونتيجه اللود اللي عليها موجوده احنا اجينا نخفف نخفف يعني نسهل تمام ايوه نسهل المناشدات مم. نوصلها مم. يعني, مم. أنا يعني, ما يعني انا من مخليه يعني ما يوصل توصلوه انتم يعني انا من مخليه انصر ارتباط بكل مستشفى موجود ببغداد الفريق نعم أنصر ارتباط موجود الحالات اللي تتحول من فريقنا أنصر الارتباط يستلم هذه الحالة يتعامل وياها معاملة سريعة هم. ملاحظة استاذ على هذا الموضوع هم. اليوم إجراء العمليات اللي من خلال فريقنا بعض المستشفيات ومدراء المستشفيات يعني بصراحة وصلوا لنا فكرة أنه إحنا أخذنا تعرف هذه العمليات اللي موجودة بالمستشفيات العراقية تأخذ وقت طبع. أكو أجله شهر أكو أجله شهرين أنا أكو سنوات، أكو صار لهم ثلاث سنوات أربع أنا يترب. من أجي وأضغط عليه وأقول له لا تسوي له هاي العمليات المواطنين أجوا من 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 قبلنا راح ناخذ حق غيرنا. هنا هاي أنت حكيتها. هي أنا أحكي لك أحكي لك واقع، أحكي لك الحل مالتها. هنا جمعية الهلال الأحمر مستشفى الهلال الأحمر مشكور أنه أرض أنه يفتح صالات العمليات مالته التابعة لمستشفياته يفتحها لل لفريق التواصل؟ الفريق التواصل الالكتروني. فهذا قدرنا يعني نحل بعض الامور اللي المتعلقه بالجانب الصحي. ايضا وزاره التجاره اشتركت يوانا نعم. احنا لحد هذا اليوم اكثر من ما يقارب 3000 سله غذائيه وزعنا بالمناطق المستهدفه اللي قلت لك تقريبا 50 منطقه. لا لا وزاره النفط دخلت يوانا ايضا في هذا الفريق. مشكوره دائره توزيع بغداد انا لو ما اشكرهم كلهم، اشكركم انتم كفريق تمام لان انتم يعني تعتبرون يعني شلون المتبرعين أستاذ بس كوزارات هاي وزاره واجبها استاذ ياسر واجبها اليوم ايه اليوم المواطن ما يحتاج منه يناشد حتى يحصل على حقه استاذ على اليوم الوزاره الدائره من تروح عليها وتنطيك ألف لتر من ماده النفط الابيض مم. توزع ب 50 غير رئيس و... وزراء موجهه و... اي طبعا اي ما يخالف <applause> مجانا استاذ مجانا يعني حتى مو بالسعر مو <applause> حتى مو بالسعر الرسمي يعني مجانا 100 الف لتر نفط وزعناها على سبع مناطق موجوده ببغداد زين يعني هاي السبع مناطق ما كان واصل لها يعني ما عندهم مثلا بطائق ما استاذ اكو اكو تعرف أكو من... احنا المناطق اللي نستهدفها يا ريت لو في يوم انت حضرتك تجي أنا ميدانيا والله ارافقكم هاي انا رافقكم واسوي لكم حلقه ميدانيه اني اني اليوم اوجه لك دعوه انه حتى مو حلقه ميدانيه اريدك انت تجي وتشوف اكو مناطق حتى البطاقه مال النفط ما عنده مستلمها هاي <applause> <سووتي> من <applause> هنا هنا بصراحه يعني ثقافه المواطن يعني هم يعني الدوله تنطيك احنا خب وزاره النفط هذه السنه سوت شغله مختلفه تماما عن كل نان نان. السنوات نان بشهر السابع بشهر الثامن اللي هي تموز وزعت نفط صح. والدليل هسه انه احنا هسه العوائل اللي موجوده آه حتى بالمناطق الضعيفه يعني تقدر تقول 90 95% ما محتاجه نفط ما محتاجه نفط لان شهر تموز وشهر نفط, وزعوا نفط فاستاذ هذه الجهود كلها تضافر لخدمه المواطن لا اكثر. جيد جيد بس ارجع واقول لك بانه المواطن يعني ما وصل لمرحله اذا يريد يحصل على حقه يقعد يناشد يعني بها اذلال لكرامته. استاذ هسه ممكن ممكن انت يعني مثل رايي ممكن تخالفني بس هذا اللي دا اشوفه هو اوكي هذا العمل بأنه ما ماكو غير شيء يسوي خلاص المواطن يا اما يجي على قناه يا اما يمكن يقدر يوصل لكم واللي ما يقدر يوصل لكم واللي ما يقدر يروح القناه أيضا يظل ينشر بالفيسبوك لحد ما يرصد بس بيها اذلال لكرامه المواطن لا لا عفوا استاذ أه لا مع احتراماتي لكم مو انتم لكن هي هي هاي بصوره عامه يعني دخيله علينا استاذ على انا راح راح لك شيء يمكن المفروض ما انقله في احد اللقاءات السابقه نعم امام دوله رئيس الوزراء المهندس محمد شاع السوداني يشهد الله على هذا الكلام كنت جالس بالقرب من عنده طبعا هذا هو ما حكى وسائل التواصل ولربما لربما اني راح اعاتب عليه لان حكيت لك اياه قال اخجل من اسمع مواطن عراقي يقول نشكر الحكومه ونشكر رئيس الوزراء على خدمات بسيطه مه. فاحنا اذلال المواطن يعني ما ممكن مسؤوليه مو انت دا اقول لك كطريقه كطريقة يعني اليوم أكل بعض من المواطنين يقول لك أنا استحي أطلع مثلا بقناة وقعد أناشد وعيط وهؤوس حتى توصل مناشدتي فأنت هنا بحاجة أتمنى حتى دولة رئيس الوزراء وأكيد راح يوصل المقطع من خلالك أتمنى بأنه تفتحون رقم خاص أرقام تكون من, شركة زين وشركة آسيا هم يلعبون لعب يحطوا لكم أرقام خاصة لكم ثلاث أرقام أربع أرقام يتواصل وياكم المواطن هاي راح نعتبرها يعني فد اضافه للفريق وان شاء الله وياكم وياكم مباشر حتى تنحال اغلب الامور تنحال وانتم ما شاء الله اكتف استاذ احنا نشط وشباب كل استاذ كل احنا الـ 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 القنوات ال 16 قناه وان شاء الله قناتك صارت رقم 17 هواي من هذه القناه تنزل ميدانيا يعني اليوم من تنزل ميدانيا ومن برنامج واحد تجيك فد 40 مناشده تنجز خلال يومين او ثلاث ايام <applause> يعني هذا مو فد شيء بسيط يعني انا من اقول لك الف مستفيد من حمله واحدة بس م. من الحملات م. ومستمرين حمله من قطعين اي طبعا مستمرين, مستمرين. احنا ان شاء الله فتحه الجروبات موجوده اصلا هي بالمحافظات م. والعمل الميداني ايضا راح يكون موجود بالمحافظات تمام الايام المقبله تمام شكرا جزيلا الى السيد قاسم البديري عضو فريق التواصل الالكتروني الحكومي فريق دوله الرئيس كلهم مدافعين ما شاء الله ومستميتين مدافعين, على الحق <تصفيق> مدافعين <تصفيق> عن الحق مدافعين عن الحق ان شاء الله الحق على الحق أيه. ان شاء الله واذا اكو شيء يعني احنا نتقبله يعني نسمع من عندك ومن غيرك <applause> يعني انتم مثلا على الحكومه بس هو كشخصين دوله الرئيس جدا مستقطنين على دوله الرئيس سيد محمد <applause> الشيخ أه السوداني استاذ أه العراق أنا بما فيه الكفر نعم اليوم من نشوف الحكومه عازمه على تقديم الخدمات بصوره جديه ونشوف اليوم الحكومه مركزه على شغلتين مهمه هو جانب الخدمات وجانب الاقتصاد هو هذا السبيل للنجاح تمام قبل ما اختم جتني هسه هسه مناشده يقولون يا ريت يقللون سعر بطاقه النفط سعرها 15000 سعر بطاقه النفط أه باي منطقه هاي جت باي منطقه شباب وصلت لكم تمام إيه اوكي هي من منطقه فقيره لكن مذاكر قال احنا بمنطقه عشوائيه لكن هاي راح تنكتب هاي راح تنكتب وراح ارفعها للوزير النفط نناقش هذا الموضوع وانا اهنيكم وان شاء الله راح نبقى على تواصل وياكم واذا أشكل. الفريق بهذه الحياديه وبهذه الطريقه آه يعمل من اجل المواطن ان شاء الله نكون داعمين لكم شكرا جزيلا للسيد قاسم اللي بدير عضو الفريق في التواصل الالكتروني الحكومي حياك الله سيد قاسم مشاهدينا ننتقل لكم للجزء الثاني من بعد هذا الفاصل